استخفاف وحر... بمئات الآلاف يا أخي الكريم. عندما يعني حشد كلما خرج شعب في دولة من دولنا العربية ليطيح بالنظام بغض النظر عن نتائج، نتائج للأسف أخي أنا حتى الآن ما في نتائج. أنا لا أصوب هنا على الجماهير الآن، الآن جماهير لا تخرج، خرجت في تونس وفي مصر وفي السودان وفي سوريا، وذبحت من الوريد إلى الوريد في أكثر من دولة، ثم الآن نزدري هذه الجماهير إنه يعني دعني دعني أحدثك عن المفارقات يعني؟ أنا هنا لا أصوب على الجماهير، أنا أصوب على النخب. مثلا النخب التي تضيق ببيان البرهان في يوم 25 هي ذاتها النخب التي رحبت ببيان السياسي قبل سنوات، هي نفسها ونفس الموقف هنا وهناك نفس الموقف. فأنا هنا لا أصوب على الجماهير، أنا هنا أصوب على النخب. القحطبة المجموعة الثانية الحاكمة التي تمثل جزءا الجزء الثاني لهذه المجموعة. طب حضرتك كنت مع بيان السيسي؟ لا أبدا لا أبدا. شو رأيك أنه في فقرات كأنها منسوخة نسخ من بيان البرهان، من بيان السيسي في بيان البرهان؟ لا نحن نتحدث نفس الفقرات. لا الموقفين مختلفين في التشريح السياسي، الموقفين مختلفين. الجسد الذي أجريت فيه العملية الجراحية مختلفة عن مختلف عن الجسد المصري، والتضاريس والحيثيات تختلف تماما. هنالك في المربع المصري أو لأن الرئيس مرسي رحمه الله انتخابات، أو لأن الرئيس مرسي رحمه الله إخوان. نعم؟ تختلف الحسابات هنا، تختلف عند النخب، تختلف عند النخب. أنا أقول لك الوضع يختلف. لماذا؟ كيف يختلف؟ لأن السيسي أتى بعد انتخاب رئيس بواسطة الصناديق، بعد أن قالت الصناديق قولها. جميل. بعد أن قال الجمهور قوله. الوضع هنا يختلف. البرهان لم يأتي بعد أن قالت الجماهير قولها انتخابيا لتحديد الحكومة. ربما ساهمت جموع من الجماهير لكي تقول أنها ضاقت بالضائقة المعيشية في فترة الإنغاز، لكن هذه الجماهير لم تعطي صوتها لأحد لكي يحكم نيابة عنها، لم تفوض أحد، ولم تستفتي ولم تستفتى لكي يجلس أحد نيابة عنها في الحكم. الوضع هنا يختلف. أنا أقول لك أن الذي فعله البرهان ليس انقلابا. لماذا؟ لأن الانقلاب أول ما يقع يعطل الدستور. البرهان إذا اعتبرنا أن الوثيقة الدستورية هي الدستور، البرهان أول ما أعلن في بيان يوم 25 التزامه بالوثيقة الدستورية، ومضى في تنفيذ المطالب الشعبية. نمرة واحد، تحديد سقف زمني للفترة الانتقالية، أن تدار الحكومة بكفاءات سياسية غير حزبية، كفاءات مستغلة، تكملة أجهزة الحكم الانتقالي، المحكمة الدستورية والقضاء والمجلس التشريعي. مع أني أنا شخصيا أرى أن الفترات الانتقالية لا يجب أن يكون فيها مجالس تشريعية، لأنها ليست فترات للتشريع السياسي أو للتشريع التشريع القانوني. بالتالي البرهان أول ما فعلوا أنه التزم بالوثيقة الدستورية. فالانقلاب لا يكون على الأشخاص، الانقلاب يكون دائما على الوثائق، والبرهان الآن يمضي في الالتزام بالوثيقة يا الدستورية. يا مع الوزير مرة أخرى، الجماهير التي خرجت أمس ألم تحسم موضوع انقلاب من غيره؟ ولماذا ندير الحديث الآن إذا كان الأمر قد حسم؟ ولماذا الآن البرهان يصدر في قرارات يفرج عن معتقلين؟ الطرف الآخر قادر أن يحشد ويحيل سفراء إلى المعاش، ويطالب من السفير البريطاني أن يمارس السلطة الآن إذا كان الأمر حسم. أنت عندما عبأت الجماهير يوم أمس لكي تقتلع البرهان من مقعده، فهذا الأمر لم يحسم. البرهان بعد يومين أو بعد 3 أيام سيعلن الحكومة المدنية، حكومة المدنيين بعد يوم.